ضيفت اليوم من الكبار، لمعت على الشاشات من خلال كتير من الأعمال التمثيلية اللي أبدعت فيها، أبرزها فخامة الشك، بلحظة، 50,000، 5.5، العاصفة تهب مرتين، وأبرزها حماتي وعقلاتي وغيرهم كتير. برزت بالكوميديا وبالدراما، واليوم رح نحكي أنا وضيفتي رندا حشمي أكتر عن كتير إشياء من بدايتها لهلأ. ست رندا، أهلا وسهلا فيكي، بنعرف عنك. أهلا وسهلا فيكي حبيبي، أهلين. قبل ما نبلش قبل ما نبلش بس خبريني كيفك بهالوضع وكيف مأثر عليك وعلى الوسط الفني ككل. بتمنى من قبل الضو انه الحمد لله ماشي الحال، ماشي الحال، عايشين. انا ما بحب الممثلين يطلعوا ينقوا، نعم، كتر خير الله، نحن وجاه معروفه وعايشين، ما في لزوم حدا ينق ويقول اعطونا، لا نحن ما بدنا شيء، نحن يشغلونا ونحن بالخير. نعم، ما بدنا حدا يعطينا ولا فرنك. اكيد رح نبدأ بالفقرة الأولى، الماضي. ست رندا، كيف اكتشفت موهبتك ومين اللي شجعك على خوض تجربة التمثيل؟ أنا والله ما اكتشفته أنا كنت سهرانة عند ناس، وكان الله يرحمه الأستاذ الكبير نبيه أبو الحسن، نعم، كان عم يتعشى كمان عنده، فقاعد عم يتأمل فيي كل السهرة وانا اقول شو تقيل الدم هيدا، عشو عم يتأهل فيه يعني، قدام نشوفه مهضوم على المسرح قد ايه تقيل الدم. نعم. شوي بالاخر قال لي ست رندا بتحب تشخصي، قلت له شخص شو يعني؟ قال لي يعني تمثلي، قلت له بس انا ما بعرف كذب. غشي بالضحك، قال لي ليش التمثيل كذب؟ قلت له يعني، بعدين صرت اعرف شو يعني التمثيل، بس بيومتها كان كارثه. قلت له ايه ليش لا؟ قال لي عندي دور بمسرحيتي، بتحب تروحي تشتغلي؟ جربي جربي المسرح. قلت له ايه شو عليه؟ ما انا بكل هبل رحت على المسرح، نعم، لكن اعرف شو يعني تبليك، لكن اعرف مين اللي عم يحضرنا، نعم، ولا شيء. اطلع اقول هالكلمتين وقلت لحق روح اشي الاولاد او هن يعني. والله ومشي الحال، وقت الله كاتب لك شيء الا ما يوصل لك يعني، ما حدا غيرك بياخده. نعم، حلو. بدايتك كانت بمسلسل يعني ابرز دور لي كان العاصفه تهب مرتين من اخراج مروان نجار، شو اللي تغير بين قبل وهلا بالنسبه لك بمجال التمثيل؟ خليني خبرك، اول شيء بلشت مسرح، نعم، كبرت مع نبيها ابو الحسن، نعم، بعدين اشتغلت مسرح مع مروان نجار، كمان مش اخراج تلفزيون. نعم. العاصفه تهب مرتين كانت اخراج ميلاد الهاشم، اول عاصفه، نعم، فكان مخرج بياخد العقل وكان هين تشتغل معه، والنص كان حلو وكان سهل، فهيدا هو يعني. بلشنا بالعاصفه تهب مرتين، نعم، اصلا في كلنا اشتهرنا من هيدا المسلسل، نعم، لانه كان ولا مره بلبنان في مسلسل طويل هالقد وبيحكي اشياء اجتماعيه، كانوا يصوروا قصص عاديه يعني، صحيح كان الدراما اللبنانيه كثير مهمه بعكس هلا يعني، نعم، بس انه مرقت فتره بالحرب، ما حدا عاد اخذ منا، ونحن ما عندنا اشتغلنا، كنا نروح على قبرص تنصور، نعم، وما كانوا ينعرضوا بلبنان يعني. نعم. وقت اللي اجى هيدا المسلسل وحسوا الناس انه عم يحكي لغتهم فتعلقوا فيه يعني، اخر حلقه بالعاصفه تهب مرتين كان اوتوستراد جوني مسكر، ما في حدا، كانوا الناس كلهم ناطرين تحت تالي يعرفوا شو فيه باخر حلقه. نعم. وحتى كنا وين ما فتنا يصورونا يوقفوا يدسونا، مرة عملوا لنا بالفورم ببيروت كانت فاتحة جديد، نعم، عملوا لنا مثل هيك قعدونا بقصة ازاز بالاخر. إف. اول ما فتنا لهونيك افتكرنا جاب لوميير هيدا التصوير، نعم، ما حدا اجى بباله انه عم بيصورونا هالقد. إف. كنا نمرق من حدهم يدسونا، صدقني ما عم زل عليك ولا بحر، نعم، دسونا انه يك
هيدي هون وهيدي مظبوطة. بعدين قعدونا بقوط إزاز الناس ما يجوا علينا، وكانوا داير من دار الإزاز عم بيصرخوا من بيجي دوره تنمضيله عطورتنا. شوف لوين أخد عز هالمسلسل، يعني ما في ما في مسلين مرق عليهم بلبنان العز يلي نحنا مرق علينا. كانت أيام كتير حلوة، كنا عم نطلع مصاري، كنا نشتغل، يعني راحت شو نعمل، الله معه كل شيء له نهاية. بس حضرتك قلتي انه عكس هلأ، شو قصدك بهيدي العبارة؟ يا حبيبي هلا كوني وهن يقولوا حلوة وشاطرة وذكية. طيب ميرسي يا عيني. والشغل وين؟ يعني مسخرة. هلأ أنا لو كنت عارفة إنه على الأربعين بقعدوني بالبيت كنت اشتغلت رقاصة عشان معتلي شوية مصاري. يعني الممثلة أو الممثل التمثيل بحد ذاته بيعود كل الأعمار. مزبوط. يعني ما مفروض هاللي قاعدين ببيوتهم يضلوا قاعدين ببيوتهم. مزبوط. بعدين وقت اللي بيجيني ناس بيجيني يوم أو يومين تصوير وبيكون الدور ماشي يعني كومبارس. مع احترامي لكل العالم اللي بتشتغل كومبارس، لأني أنا بلشت كومبارس، بس ما في إنهي حياتي مثل ما بلشت. أكيد. يعني مفروض الواحد يقدروه. أكيد. يعني منى واصف لو كانت لبنانية كانوا كبوها بالبيت من 100 سنة. عيب. ما بس يكبر الممثل بيصير عنده خبرة أكتر. بيصير يفهم شو فيه. يعني ما بعرف ليش انه لازم يكونوا إزرائينا حلوين وصدرنا كبير وحلوين مثل لعب الزفين كلنا منفخين. يعني ما بعرف شو عم بيحبوا هلا. كلهم بيحبوا البطلة يا زلمة. كل رجال المسلسل بحبوا البطل. شو هالقصص ها؟ والله. شو هالقصص المقرفة يلي ما حدا عم يحضره. صح. أنا طيب شاركتي بمسلسل عبدو عبدو لجانب جورج خباز ويورجو شلهوب، شو بتتذكري منه من كواليسه؟ كل شيء كان حلو. ما في مسلسل شاركت فيه غير ما كانوا كواليسه أكيد. حلوين. أبرز شيء. أنا ما بقبل استغيل مع ناس ما بعرفهم إلا إذا كان الدور بياخد العقل واللي بجربهم. عجبني عجبني، ما عجبني ما بقى عنده. مع جورج خباز ويورجو حبيب قلبي يورجو، أيضا مش حرام يقعد بالبيت يورجو شلهو. شو المسخرة بقى. عودة كانت كواليسهم حلوة، الأكيد كله حلو، وكنا عم نشتغل بالال بي سي. الال بي سي كانت بعزه، يعني كانت ايام عز لكل المسلسلات اللي اشتغلناها. هلا كل الممثلين محتارين شو بيشتغلوا، كل الممثلين اللي معمري واصغر. يعني انا مني كبير كثير، انا عمري بانت ويت بانت فات هيك شيء. الله يسعدنا. طيب رح انتقل معك لابرز واشهر اعمالك اللي هو مسلسل حماتي وعائلتي. نحن اليوم بزمن فيك تقولي متعطش للكوميديا، وللأسف ما عاد عنا أعمال كوميدية قد قبل، بس أنت برأيك من وين بيجي هيدا الشح برأيك؟ ما عم قل لك يا حبيبي، ما قلوا نزلت كله دراما، لا في كتابة كله دراما، ولا نعم. في إخراج ولا في شيء. المخرج اللبناني بس تسمع دارتك منيح برافو، غير مشهد يا حبيبي. يا الممثل مش جاي يسمع الصدار، هي الممثل ودي يكون في احساس. ماشي. كوميك من عندنا كوميديان، والكوميديان اللي هني بيفكروه كوميديان يعني هيدا بيتركوه على جنب، ما خاصهم فيه للأسف. يعني انه مش شي مهم تشتغل كوميك، مع انه الكوميك اهم ندرة. اكيد. انا عم بلاقي هيدا الشي كمان، انا عم بلاقي هيدي الصعوبه، لانه انا كتبت مسلسلين وكوميديا وجريمه واحد منهم، فعم بيقولوا لي سوري هلا مش قادرين، سوري هلا مش قادرين، عم بيقرطفوا في يعني. طب بعدين اكتشفت من استاذ سعد حمدان، قال لي صدمني بالخبريه، قال لي انه الكوميديا بخطر. بخطر اذا ما صورنا. بخطر الكوميديا بخطر اذا كان صورنا. ليه هيدا الناس هلا نعم كانين. يعني هلا اذا بتحط حيلا شي كوميك حيلا شي،
إن كان حلو ولا مش حلو. نعم. صدقني لبنان كله بيحضروا لأنه الناس أكيد. معلوم زلابي بقى يفكروا. أكيد. الناس برضو شي يضحكهم شي يغير لهم نفسيتهم بس ما مجدد. شو نعمل لهم يعني؟ شو أكيد. شو نحط لهم عقل؟ بعدين بس صوروا هالمسلسل اوعى تنساني احسن ما اخن اسكبت. نعم. نعم. صراحة يعني هيدا بهيدا رمضان 2021 ما كان في غير مسلسل يعني واحد كوميدي لبناني بارز وما حطوه على الشاشات الأرضية حتى يعني تبع زياد دلوقتي. تبع زياد برجي زوج تحت الإقامة الجبرية للأسف ما حطوه غير ما حضرته بدي أرجع أحضر على فضائيات حطوه بس حلو. أنا حضرته كتير بعقد وبضحك كاتبه فؤاد يمين. مهضوب فؤاد حبيبي. نعم. ماني حضرته والله بدي احضره. وزياد ونادين الراسي معهم. انت لو بتشوف زياد برجي بالكواليس ما في خبرك شو هالخواجة. ما في نعم. خبرك شو هالخواجة يعني مثلا بعدين بيوقف على المشهد صدقني كان عنده اصبعه كتير معمل ورمان. نعم. لبس باط 3 ساعات وهو مش قادر يتنفس من الوجع لبسه وقف على التصوير يعني كل ما بدنا نعيد يوقف فظيع فظيع. لو بتشوف رحت سألت عنه بس خلص المشهد. نعم. خوي كيف سألت عنه قعدني حده وعمله معروف روحوا على السيارة جيبوه لو جيبوه لأ قلت لك يا خي ما بدي جيبولي شو عملت لك أنا أقل لا شيء إذا لك كتار أصبعك يعني أكيد في ناس خوزات وفي ناس مش لا شيء. نعم. بالعودة للمسلسل اللي كنا عم نحكي عنه حماته وعائلته لعبت دور سونيا يلي هي حماته لكيمو بيير شمعون وجدة بناته اثنين سارة وسابين. هالكيمياء اللي كانت بيناتهم جعلت من المسلسل أبرز بالكوميديا وبعدنا لليوم نتشوق لنحضره كل ما ينعاد على شاشتنا. شو اللي عمل منه أو شو اللي جعله هالقد حلو ومهضوم؟ ليك كله على بعضه كان حلو. نعم. الناس كان حلو وصحيح كنا عم نصور بال2006 تحت القصف الإسرائيلي يعني. نعم. كنا نصور أيام نهار اللي كانوا عم يقصفوا الجدورة. نعم. كنا مش عارفين كيف نرجع بيتنا ومش مصدقين كيف نخلص كثير يعني. ايه بس انه كان اكيد حلو اكيد حلو المسلسل بده كتابة وبده نعم. اخراج وبده انتاج واكيد اكيد قبل كل شيء نعم. ممثل يعرف يوصي شو كاتب له المعثر هالكاتب مش ينزع له النص يعني ما هيك ثاقب هيك يعني الحمد لله وبيير شمعون الممثل العظيم ويعني اشتغل ما كان حلو. رح انتقل لمسلسل الطاغية عام 2007 الى جانب الراحل الكبير ميشيل تابت. كيف انعرض عليك النص وهل يا ترى انت اللي بتختار الدور اللي بيناسبك مثل ما بيصير ببلاد برا او دور مكتوب لك خالص مخلص؟ ليك لا هيك ولا هيك انا بيعرضوا علي الدور. نعم. وبقرا اذا لقيت اوقات بيبقى دور كتير صغير بس بيبقى محوري بالقصه يعني بحبه باخده. نعم. يعني مثلا في مسات هلا صورت مع فيليب اسمر 5:30. نعم رح نحكي عنه. ماشي اما لبنت عندك تعبتار بس ما ضل حدا ما شافه يعني قدر يشوف الممثل عرفت؟ نعم. هيك لازم يكون يعني يكون عندك دور انه تقدر تعمل في شيء مقتضب بس بارز. نعم مقتضب نعم. بس بارز. نعم. حلو. ما رح انسى اذكر مسلسل جزور بجزئين الاثنين الارمله والشيطان اثنيناتهم دراما لكن واحد منهم رومانسي والثاني دراما وجريمه. 50,000 اللي هلا بعدنا حكينا عنه هو كوميديا اجتماعيه. وين بترتاحي اكثر باي مجال كوميديا او دراما؟ لا الكوميديا. حلو. ايه لانه الدراما بتكي عن جد بتزعل عن جد. نعم. يعني بيجي على البيت حاملي معي وجع المسلسل. اف. بس الكوميك ما في احلى منه انت بتلعب. بتفرفش. يعني بيقولوا بيلعب دور. نعم. هو مزبوط انت بتلعب هيدا الدور. حلو. الكوميك بتلعبه وانت مرتاح. حلو. بس بالدرام لا. انا بالدراما دراما بتعبني. نعم.
مع انه بيقولوا الكوميك اصعب. بالنسبة لي الكوميك مش اصعب، يمكن لغيري اصعب. نعم. هو حسب كيف بتكب الكلمة. نعم. بدك تعرف تكب الكلمة، مش مين ما كان بيعرف يطلع يسمع لك. لا اكيد. الكوميك ما بيتسمع. اكيد. اكيد. مؤخرا شاركت بمسلسلين، رمضان 2019 خمسة ونص، وبرمضان 2020 من الآخر. شو محضرتي لنا قريبا؟ ولا شيء. بعتولي كنت بالبحرين. نعم. أصلا صورت أنا بالكويت. نعم. يعني تخيل أداب الأمير أنه برا يعرفوا قيمتي أكثر من لبنان. أف. يعني بعتولي مثلا من الأردن مرة بروفي إلى المبدعين فقط. إف. يعني ما بتقهرك أنه بلبنان ما حدا يحس فيه، ما حدا بيقدر، بتقهر كتير، ما حدا بيقدر، بتقهر كتير كتير. نعم. المهم كتر خيرهم. أكيد. وما قلتي عليهم يعني بالكويت كانوا بياخدوا العقل. كنت عند ابني بالبحرين تلفن لي مدير انتاج انا بحبه كثير. نعم. بس ما بدي اذكر اسمه لانه خنقت انا وياه على التليفون. قال رندا فيك تطلعي لعنا بكره، بكره الثوري مشهدين. قلت له هيدا بكل المسلسل. قال ايه. قلت له لا يا حبيبي، فتش على كومبارس، كثير كومبارس شاطرين. نعم. بعد ما عرفت طبعا شو هو الدور وكل هول. انه تخيل من 50 حلقة جايب لي مشهدين بصورهم. ليه يا حبيبي؟ يعني انا عن جد عن جد من قهري بحكي. نعم. انا اهم ممثلة بلبنان، اللي بيعجبه هالصفة تعجبه، واللي ما بيعجبه ما تعجبه. نعم. انا اشتغلت كوميك، اشتغلت درام، انا بلشت شوه بحالي. اول ممثلة بلبنان شوهت حالها ليضبط الدور. شو ما عطيتني بكتبس الشخصية. نعم. وبأديها. طيب مش حرام انا اقعد بالبيت؟ ليك. أكيد. لو عم بيجيبوا غيري احسن مني كنا ان صدقني ما بزعل. نعم. والله ما بزعل، بقص تحتين على قلبها اخذت فرصتها. نعم. اصلا نحنا كنا زمان كل ما شفنا بعضنا واحد منا يعني عامل مشهد حلو او شيء نتلكن لبعضنا نهني بعضنا. أكيد. روح حلوة. أكيد. اليوم إذا أنت عندك مسلسل أنا بروح بشوف كيف بدي حفتر لك عند المونتيز تقصتك الدور. للأسف. بس سؤال صغير. أنت قلت أنه كنت شوه حالي، شو قصدك فيها؟ يعني مثلا فخامة الشك. نعم. فناخده مثل يعني ما من عدا غيره. أكيد. يعني فخامة الشك لو الميك أب أحسن بشوي ما كنت صدقت انه هاي دي صغيرة. ما حدا مثلي بيقبل. حلو. يطلع على التلفزيون حسب الدور شو بده. ما حدا بتشوفهم انه الا ما يتركوا لمحة انه نحنا يا صغار يا بعضنا حلوين يا ما بيصير حبيبتي ما تاخدين للدور. نعم. في مثلات ما بيقبلوا يلعبوا دور التاتا. يعني حلو. انا لعبت امه لاحمد الزين. هو خويت. نعم. وقت قالوا له رندا حشمي امك، قالوا يا عمي هاي بنتي كيف بتشتغل امي؟ اف. ايه لا انه بتقهر بتقهر بتقهر. نعم. بعدين عن جد عن جد انا بعدني صغيرة فاقعد بالبيت. اكيد. انا عمري 56 سنة. نعم. 56 سنة يعني في ناس عم يشتغلوا اكبر مني بس. نعم. طبعا بغير بالبيت. اكيد. ونجوم بعدهم لهلا منجمين. نعم. بعدهم لهلا منجمين كمان. طبعا يعرفوا قيمتهم. اكيد. للاسف. دراما بالاول كيف بيطلعوا النجمات؟ بيجيبوا لهم عواميد عندهم خبره. نعم. اذا هيدي ما عندها خبره هالعمود ان كان رجال ولا ست. نعم. هو بيسندوا. هيك بيطلعوا نجوم. حلو. مش حيالله جبنا واحدة حلوة تعي انت بطلة. كيف بطلة؟ بطلة عشو ما فيها تحمل مسلسل. نعم. كل الممثلين فيهم يحملوا مسلسل. نعم. سؤالنا الأخير بهذه الفقرة، شو اللي بعدنا أصلا تنصير مثلنا مثل هوليوود كون الأعمال عم بتكون أقوى سنة عن سنة برمضان؟ حبيبي شو اللي رحت على هوليوود؟
عم بسأل بس وين راح تروح على سوريا؟ تخيل لوين؟ على هوليوود دغري. عم بسأل شو اللي ناقصنا تنصير نحن عرب وود؟ لا 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 يا حبيبي بعد بكير، يمكن مش على دوري ولا دور ولادي ولا ولادهم. لا 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 ناقصنا كثير كثير، ناقصنا كثير للأسف. انا بس اشتغلت مع السوريين نعم اتعلمت اكثر، اصلا انا كل مخرج بشتغل معه بتعلم منه، مش انه بقول نعم. دوري وكل السوريين زيز عم يشتغل حلو، صدقني ما بتسمع كلمة باللوكيشن. نعم كل هودي النجوم اللي عم بتشوفهم هلا اتطلع مين مخرج المسلسل؟ اكيد ما بيقبل المخرج يخليهم يحكوا كلمة ما فيها احساس. نعم بضل يقعد على الممثل ان شاء الله ساعتين لهيدا المشهد يقعد عليه، هيدا مخرج. شو يعني مخرج؟ نعم سمع لك وفل، طيب اوكي حيلا كاميرامان سمع له بقطع مشهد. نعم رح ننتقل للفقرة الثانية اللي هي الأسئلة السريعة. رح أطرح عليك عدد من الأسئلة السريعة، جاهزة؟ جاهزة، يلا. أنا ما بهم الأسئلة. أكتر شغلة بتحبي تعمليها كل يوم ولا ممكن تتخلي عنها؟ قوم اطلع بالمراية وقل حبيبة قلبي يا رندا كتر خيرك يا رب عطيتني نعم كتير. حلو. أكبر إدمان عندك إياه على شو؟ السيجارة، السيجارة يا قطط عمدة. أكتر شي بخوفك شو؟ لك أنا ما بخاف من شي على الأرض، أنا بخاف من الأشياء الطبيعية يعني الزلزال هيك أشياء عوامل طبيعية. أنا معروفة بالعائلة أني جبيرة وبحمل وقوية يعني ما بخاف من شيء. نعم كتر خير الله يعني. نعم شغلة ولا يمكن تظهري بلاها وموجودة على طول معك؟ علبة الدخان والتليفون. حلو. آخر عمل أو مسلسل تبعتي؟ لك لا المضبوط مع أنه رح يزعلوا مني. نعم ولا شيء قلت لك فوت يوتيوب أو نتفليكس. نعم آخر يعني شيء حضرتي آخر مسلسل ما ضروري يكون جديد يعني، شو تبعتي آخر شيء؟ بلبنان؟ ما ضروري، أنت شو حضرتي على يوتيوب؟ ما ضروري لبنان مش لبنان. والله بنساهم. ليك بيبي هاي بالظرف اللي أنا فيه. نعم. يعني مش أنا بس. نعم. لبنانية اللي فيه. أكيد. بصير بفتش على المسلسلات يلي بتروي. يعني مثلا عيلة 8 نجوم. هولي من شو بعد ضيعة ضيعة شو هالمسلسل شو هو يا ريت تحضروا اذا مش حاضروا. لا احضروا مسلسل كامل أكيد. اصلا المخرج اسمه الليل حجو بعرفه سامع فيه سوري. نعم سامع فيه. ما في خبرك ما في خبرك شو هالممثلين الحلوين، ما في غلطة ما في غلطة بيوصلوا الكوميديا فيك تقول النقية العذبة المضبوطة كمان بياخدوا العقل بياخدوا العقل. جرب احضر هالمسلسل وشوف شو بتروق. اكيد شو الكلمة اللي بتمحيها من القاموس لو كان فيك؟ من القاموس؟ نعم معلش. حلو. او بكرة بنعمل الشغلة. حلو. شو الشي اللي بتعمليه إذا كان هذا آخر يوم على الأرض؟ والله بقعد مع أولادي وأولادهم بعبطهم وبوسهم بس ما تخليهم يعرفوا إنه هذا آخر يوم أمي. نعم. شو الشي اللي بتحبي تتعلميه بس ما عم يجيكي وقت؟ أتعلم بس ما عم يجيني وقت كتير أشياء بالحياة الواحد بيتعلمها. نعم كل يوم فيك تتعلم شيء وتتعرف على ناس جداد ويعلموك. نعم ما في شيء معين يعني. نعم شو ما كان قدامي بجرب اتعلم. نعم اكثر شغله بتضايقك واكثر شغله بتبسطك؟ الكذب. نعم الكذب والتنصيب. نعم هودي انا بموتوني اكيد كتار ناس مثلي. نعم شو في شيء بيبسطني؟ نعم
بتصدي هلا بدهم يقولوا انه انا مثاليه، يعني انا كل شيء بسطني بالحياه كتر خير الله. نعم يعني عندي كثير اشياء كثير، صدقني عندي كثير. نعم اكيد. صحيح ما عندي مصاري، بس عندي 3 أولاد جواهر. نعم عندي اولادهم بياخذوا العقل، عندي صحه كتر خير الله اكيد. ما في حدا ببيتي بشي اكيد، كل عيلتي يعني. طيب عنا نعم كثير، ما قبل ما نقول شو بدنا لازم نشوف شو عنا. اكيد الله يخلي لك اياهم. كتر خير الله، كتر خير الرب اعطاني اكثر ما بستاهل. اكيد الله يخلي لك اياهم. ميرسي يا حبيبي. اذا حياتك كانت مسلسل شو بتحطي له عنوان؟ شو بدي احط له عنوان لمسلسلي لحياتي؟ فيك تسميه رندا حشمة. حبة سخنة حبة بردة. حبة حبة سخنة حبة بردة. حبات. عبارة بتردديها دايما. كتر خير الله. حلو. موقف مضحك او محرج تعرضتي له؟ ايه رح خبرك. نعم. كنا عم نشتغل العاصفة تهوب مرتين. نعم. وفاء الكاركتر اللي كنت عم بلعبه. نعم. كانت انسان. حبي. نعم. ورحنا بدنا نصور بمعهد الفنون. نعم. ما في محل نصف، وانا لبست بالتلفزيون، حطيت البطن وكل شيء. وجاي بدي صف. بقى نزلت من هالسياره لقيت هيك صف ثاني، صفيت. اذا واحد عم بيقول لي مدام انت ما فيك تصفي هون. صف ثاني بيعملوا فيكي ظبط. قلت له بس شوف وضعي انا، انه وين بدي صف بعيد هالقد، واجي ماشي. شال سيارته يا حرام، صففني محله. بس نزلت تاني مره قصت البطن. اكلت بهدله يعني، بس بتطليعاته. وماشي ما رجع سيالني السياره حرام. نعم. موهبه او هوايه بعد ما حدا بيعرف عنك؟ برقص. حلو. طيب لا حلو. وانا اصحابي اللي بيعرفوني قبل ما فوت على الفن، نعم، كلهم كانوا مفتكرين انه عم غني مش عم مثل، انه عندك صوت هيك ليش عم بتمثل. وهيدي يعني بالصدفه انا ما انا. نعم. طيب لو انعطاك ثلاث امنيات شو بتتمنى؟ بتمنى. نعم. أول شيء نعم. يجي عزرايين يشحب كامنا. هيدي أول أمنية. ما هو هربان منهم. ما عم يجي. ما هو هربان. ما هن هشلوه. ما كل يوم بنطروا يا زلمة. قلت بلكي نضيع الطريق. لا لا هن هشلوه. هن هشلوه. ما يعني إذا عزرايين مش عم ياخذهم، مين بده ياخذهم؟ ما حدا. تاني أمنية شوف لبنان مثل ما كان، اشتقت لوطني. نعم. وتالت أمنية. تالت أمنية تبعرفني بلكي غير سيارتي. فيها تكون شخصية. نعم. بغير سيارتي. حلو. هلا سيارتي حلوة أنا. نعم. بس إنه ما ليش إذا أخذت سيارة من الشركة مثلا بدك 5 سنين تتبلش تصلحها. أكيد أكيد. أكيد. والله طعم. نعم. إذا كنت كائن حي غير الإنسان شو كنت بتكوني وليش؟ شو كنت بكون؟ نعم. نمر. نمر. ليش؟ نمر. حلو. ليش؟ نعم. حتى كل ما حدا أذاني أكله ما يأذي غيري. حلو. إذا ما كنت اليوم بالوسط الفني شو كنت بتختاري مهنة وليش؟ صدقني ما بتمنى اكون عندي مهنة غير الوسط الفني. انا اوقات بروح على مقابلات على التلفزيون لاني بشتاق للكاميرا، مش لانه بدي اروح اعمل المقابلة. حلو. بشتاق فوت على استوديو بوس الكاميرا قبل المقابلة. حلو. الا سألتلك ما بتمنى يكون عندي شغل تاني، مع انه هيدا الشغل ما في مصاري كثير حسب ما بتشتغل يعني بتطلع. نعم. مصرياتك. نعم اكيد. مع انه تعب، ايام بتصور من الصبح لتاني يوم الصبح،
يعني متعبي شغلتنا منا هينة، أكيد. بس إنه ما بتمنى إنه يكون عندي شغل ثاني. لا نعم. شو أكتر شغل ندمت عليها بحياتك؟ ندمت عليها؟ نعم. ما بعرف شيء بندم عليه. حتى لو كان غلط. حلو. لأنه كل إنسان بيعمل إشي أوقات بلا ما ينتبه بعدين بيوضح حاله. حلو. بيقول أنا كيف عملت هاي الشغلة. حلو. بس انه هيك بريح حالي بقول ما رأيت شو بده يصير يعني. نعم. انه مفروض معي ده وخلصنا، بس انه ندم يا ريت ما عملت هيك لا انا هيك. نعم. بيعجبه اهلا وسهلا، ما بيعجبه هو حر. حلو. مين مثلك الاعلى بالحياة؟ الله يرحمه امي. الله يرحمه. اذا اليوم انطلب منك تحكي عن موضوع او قضية معينة، عن شو بتحكي وليش؟ عن بلدي، ما بحكيت عن غير شيء. حلو. بدي لبنان يرجع مثل ما كان. حلو. بدي الشباب حس انه في رجال. نحنا ايامنا كان في رجال يا ابني. حلو. نحنا نعم. بس حطينا الوطن بخطر نزلنا، صحيح راحوا الشباب نعم. لانه ما كنا عارفين رح نوصل لهون. نعم. بس هلا عايزين نخوة، عايزين ناس يحبوا لبنان. نعم. بس ننزل على الطريق ونرجع نطلع على البيت، ننزل يعني. نعم. انا وقت بلشت الثورة كانت اجري مكسورة. اف. ونزلت وحملت العلم اللبناني ومن قلبي، صرت مين ما تلفن لي رد قول صباح لبنان. بعدين نعم. راحوا، ما بعرف وين راحوا وليش راحوا، شو بعرف. عادة سيئة بتكرهيها فيك، وأكتر صفة حلوة بتسمعيها من الناس عنك؟ أكتر عادة سيئة إني متسرعها. نعم. يعني دماغي بيشتغل بسرعة. نعم. أوقات بحكي بلا ما انتبه إنه هاي كلمة مش لازم أحكيها. نعم. تطلع مني عفوية كتير. نعم. هاي عادة سيئة فيي. عادة حلوة فيي. وأكتر صفة حلوة بتسمعيها من الناس عنك؟ ليك مع إني ما بحبها بس حنيتي. حلو. اه. آخر شغلة، أعطينا نصيحة واحدة بتتعلق بالتمثيل. يا حبيباتي، أول شيء كمنتجين. نعم. أنا بعرف إنه أنتوا ما معكم مصاري تشتغلوا إنتاج مثل ما لازم، بس نعم. ما عادش ممثلينكم عم يشتغلوا بأسعار كتير قليلة. اشتغلوا معهم هول الممثلين المهمين، لأنه أنتوا بتدفعوا يومي للتكنيسيان بأوفروا. نعم. هو المشهد بلا ما ياخد يوم بياخد مع الممثل ساعة. بخي ما أنتوا وفرتوا من تاني مال، عطوا الممثل حقه. نعم. وللناس بقلهم تعلموا كتير منيح، حتى لي وقت اللي بتمثلوا بتقعدوا بالبيت يكون عندكم كارير في الصدوة. نعم. أكيد. الممثلة القديرة رندا حشمي، سررت باستضافتك. الكلمة الأخيرة لك، تفضلي. أنا بشكرك، بشكر يلي عم يسمعونا. نعم. بشكر ربي على كل شيء عطاني. إن شاء الله بتلاقى فيك وز لوز. إن شاء الله قريب. بوز كل العالم يلي بتحبني، بقول لهم إنه أنا لولاكم ما كنت صرت معروفة. أكيد. شكرا حبيبي. بتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكن. أنا إلي مجاعس، بلقيكم بالحلقة القادمة بإذن الله. انتبهوا على حالكن، حطوا الكمامات لو اضطريتوا تظهروا، إذا مش لسلامتكن لسلامة غيركن، واتبعوا الإرشادات. إلى اللقاء.